وزارية تحت وطأة الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثاني في مصر. فهل مصر الآن بصدد حكومة ثورية أم أن الأمر لا يعد محاولة لامتصاص غضب المحتجين؟ وبينما يدخل الاعتصام في التحرير يومه الثامن، ماذا أنجز المعتصمون وفيما أخفقوا؟ أهلا بكم إلى هذه الحلقة من أجندة مفتوحة، يقدمها لكم من القاهرة خالد عز العرب. وأتشرف بأن يكون معي في الاستوديو سيد حافظ، عضو مجلس أمناء الثورة، أهلا بك. الدكتور عمرو الشبكي، رئيس منتدى البدائل للدراسات، أهلا بك دكتور. ومعنا كذلك زياد العليمي من ائتلاف شباب الثورة، القيادي بائتلاف شباب الثورة يمكن أن نقول. أبدأ بك زياد، كيف ترى التشكيلة الحكومية الجديدة؟ تسربت بعض الأسماء بشكل رسمي عن بعض الوزارات التي تم تغيير من على رأسها، هل تعتقد أنك بصدد حكومة ثورية كما كنتم تأملون؟ يعني هو من البداية ائتلاف شباب الثورة أعلن أن هو ما عندوش مشكلة مع أشخاص، إحنا ما كانش عندنا مشكلة مع أشخاص الحكومة السابقة ولا عندنا مشكلة مع أشخاص الحكومة الجديدة، إحنا مشكلتنا مع صلاحيات حكومة ثورية، يعني حكومة ليها سلطات واسعة تقدر تطبق تجيب مطالب الثورة ويبقى عندها خطة سياسية لتحقيق مطالب الثورة، وبالتالي هو ده اللي احنا في انتظاره، انه لو معيار الرئيسي لقبولنا اي حكومة او رفضنا ليها هو هل ستحقق مطالب الثورة من عدمه، هل عندها خطة لتحقيق مطالب الثورة من عدمه، هل عندها السلطات لتحقيق مطالب الثورة من عدمه. وكيف يمكن الحكم على هذا الامر؟ يمكن الحكم على هذا الامر بانه يبقى فيه توضيح، يعني بيان رسمي او توضيح اعلامي او اي حاجه بسلطات الوزاره، ايه السلطات اللي هتبقى الوزاره دي تقدر تاخد اجراءات فيها في مراجعات قوانين، في اصدار قوانين، لان احنا دلوقتي في وضع ما فيهوش مجالس تشريعيه، في اداره حوار واصدار قرارات وقوانين بناء عليها، بالاضافه لان مطالب الثوره واضحه ومعروفه، ازاي هتتحقق؟ ازاي هتعمل علاقه بين حد ادنى وحد اقصى الاجور ومواعيد ليها؟ ازاي هتستعيد الامن في مصر ومواعيد ليها؟ ازاي هتطهر اجهزه ومؤسسات الدوله من الفساد اللي فيها ومواعيد ليها؟ طيب. ده المعيار الرئيسي. دكتور عمرو، لا اعرف اذا كنت تتفق مع ما قاله زياد ام لا، لكن هناك من كان يرى اعتراضات على اشخاص بعينهم في الحكومه السابقه، خاصة هؤلاء الذين ينتمون إلى الحزب الوطني، أنت كيف ترى التشكيلة الجديدة؟ يعني أولا المسألة هي بالتأكيد ليست مسألة شخصية، المسألة تدخل في إطار المنطق السياسي البديهي وليس حتى المنطق الثوري، هناك مجموعة حكمت هذا البلد على مدار 30 سنة تنتمي إلى الحزب الوطني، وهذه المجموعة وهذا الفكر وهذه الطريقة صوت عليها الشعب في ثورة شعبية وليس في مجرد انتخابات بضرورة التغيير. إذا كنا في بريطانيا ونجح حزب العمال في انتخابات وهزم حزب المحافظين، لا أحد يطالب حزب العمال والنبي خللنا 4 وزراء في الحكومة معك. هذا لا يحدث حتى بالمنطق الديمقراطي ومنطق تداول السلطة، فما بالنا في بلد حدث فيها ثورة شارك فيها ملايين البشر، ونأتي بعد ذلك ونقول أن هذه الثورة التي أسقطت الحزب الوطني وأسقطت هذه الطريقة في التفكير وأسقطت الرئيس السابق، ثم نتمسك بنفس فريق العمل القديم الذي كان ينتمي إلى الحزب الوطني، وبالتالي هنا تناقض صارخ لا يمكن أن نجده حتى في البلدان التي يتم فيها تداول السلطة بشكل ديمقراطي. ومن هنا الاعتراض كان على طريقة إدارة البلد بهؤلاء الأشخاص بنمط التفكير القديم. أبسط شيء، نحن نتحدث عن فريق عمل جديد، فريق العمل الذي فشل وحكم وفشل عليه أن يتنحى جانبا، وهذا ينسحب على المحافظين على رؤساء الجامعات وغيرها، وبالتالي أنا في رأيي ده كان خلل في التشكيل الوزاري منذ أن تولى عصام شرف رئاسة الحكومة، فكان وجود هؤلاء الوزراء أنا في رأيي كان عيبا هيكليا في الوزارة. اليوم الاستبعادهم يعتبر خطوة بالتأكيد في الاتجاه الصحيح من أجل ضم شخصيات جديدة
ويبقى التحدي هو أنه هل ستستطيع هذه الحكومة أن تحصل على صلاحيات وتمارس عملها ويمارس هؤلاء الوزراء عملهم السياسي في ظل المنظومة الموجودة حاليا أم لا؟ هذه تظل إشكالية وتظل تحدي. طيب سيد، ما رأيك؟ يعني هناك من يشعر بعدم الرضا نتيجة الطريقة التي تشكل بها الحكومة، أن الحكومة تشكل في ظل ضغط من ميدان التحرير، يرى أن هذه الحكومة الأولوية بالنسبة لها إرضاء المحتجين، وأن هذه ليست طريقة صالحة لتشكيل حكومة. مصر ليست ميدان التحرير. وأنا بس هرجع بس لكلام الدكتور تاني في موضوع تشكيل الحكومة السابقة. كان مطلب ميدان التحرير من الأول خالص الشعب يريد تطهير البلاد. فمعنى التطهير أنت بتطهر كل شيء، بتطهر مؤسسات الدولة كلها، بتطهر جميع الوزارات، بتجيب حاجة جديدة. فإن أنت بعد تشكيل وزاري يحصل أنا نقل في هذه النقطة، عندما تقول تطهير أنت تقصد الأشخاص الذين ينتمون إلى الحزب الوطني بغض النظر عن كم هم مهمين في الحزب الوطني، أم تقصد الأشخاص الذين تورطوا في أمور يعني تعتبر تدخل في إطار الإفساد السياسي؟ أنا بمظهر لأن عصام شرف نفسه كان عضوا في الحزب الوطني، هو يعني نحن نقصد بالتطهير تطهير كل عناصر الفساد. نحن قعدنا 30 سنة في مصر يحكمنا. وما هو حكم هذا الفساد؟ الانتماء للحزب الوطني فقط لا يعتبر حكم الفساد؟ لا طبعا، من يفسد؟ طيب إذا ما الاعتراض؟ من الوزراء الذين كانوا في حكومة عصام شرف ترى أنهم كانوا رموزا للفساد؟ نحن نرى أن الحزب الوطني قد أفسد في الحياة السياسية برموزه وأفراده، فلا يمكن أن الحزب الذي أفسد هذه الحياة السياسية أن يرشح منه وزراء في هذه الوزارة. ده ليس من المعقول. عصام شرف نفسه كان من الحزب الوطني. عصام شرف نفسه كان أحد أعضاء الحزب الوطني، ولكن هذا الرجل يعرف عنه النزاهة والشرف، وهو حتى لمصداقيته تم عزله من وزارة المواصلات التي كان يديرها. يعني شخصية الدكتور عصام شرف هي شخصية تقبل احترامه، كان أحد الذين ذهبوا إلى ميدان التحرير وهو أحد الثوار. طيب زياد، هل المشكلة أن الحكومة ليست حكومة عصام شرف التي تتغير الآن لم تكن كفأة كما يجب أم لم تكن ثورية كما يجب؟ يعني بس في ملاحظتين. دكتور عصام شرف حسب الكلام اللي هو بيقوله طول الوقت واللي بيعلنه لم يكن عضوا في الحزب الوطني، وإن المشكلة احنا زي ما بنقول هناك تصريحات له منذ يعني منذ الأعوام السابقة يقول فيها انه يعني انا يعني بقول هو بيعلن دلوقتي، انا مش في معرض اكيد دفاع عنه، بس هو بيقول لم يكن عضوا للحزب الوطني، بالإضافة لان احنا مشكلتنا كمان ما كانتش مع الحزب الوطني، احنا مشكلتنا ولا حتى مشكلتنا كانت مع مبارك، هو سياسات هذا النظام هي اللي أدت لإفقار الناس، هي اللي أدت لان في 40% من المصريين تحت خط الفقر، هي اللي ادت لان احنا نبقى فعلا الناس مش امنه في بيوتها، وعشان كده حصلت ثوره. محدش الناس في ال 20 مليون اللي طلعوا دول ولا يعرف حسني مبارك بشكل شخصي ولا شافه بشكل شخصي، محدش فينا يعرفه، وبالتالي احنا مشكلتنا مشكله سياسات. فيما يتعلق بالتطهير، يعني التطهير معناه هو اي حد شارك في افساد الحياه السياسيه او شارك في قضايا فساد فيما سبق او ما عندوش كمان رؤية للتطوير، لان ده جزء من الفساد ان انت تكلف حد غير اهل، ده معناه فساد. حد غير ما عندوش رؤية لتطوير مؤسسة اللي هو بيعمل على رأسها، ده فساد. ومن الذي يحكم على ذلك؟ من الذي يحكم على اذا كان هذا الشخص الذي يحكم على ذلك؟ لما الذي يحكم على ذلك لما هو يقدم رؤية للتطوير. احنا بنتكلم على المفروض في الاوضاع الطبيعية مجلس الشعب هو اللي بيحكم على ذلك. احنا دلوقتي في وقت ما فيهوش مجلس شعب، في مجموعات سواء احزاب سواء مجموعات سياسية سواء منظمات مجتمع مدني سواء نقابات سواء كده، كل الحاجات دي هي المفروض يدار حوار بينها حوالين خطة الحكومة، لأن هي دي اللي المفروض دلوقتي هي الطرف الفاعل. اللي حصل إنه الحكومة السابقة ما كانش عندها سلطات، لكن هناك انتقادات كثيرة توجه إلى عصام شرف أنه ليس رئيس وزراء التحرير، هو رئيس وزراء مصر، لا ينبغي عليه أن يكون هدفه هو إرضاء من في التحرير. وهو ما حدش قال انه رئيس وزراء التحرير، وما ينفعش يبقى هدفه رئيس انه يرضي من في التحرير. اللي حاصل انه الناس مش في التحرير، الناس في ميادين في 16 محافظه،
ماشي، واختزال الموضوع في التحرير في مشكله كبيره، لان مصر ما هياش القاهره والميادين اللي في 16 محافظه ما هياش ميدان التحرير، والناس اللي مش حاسه بالامان، لكن في هو ليس رئيس وزراء هذه الميادين كذلك، والناس هو رئيس وزراء والناس اللي مش حاسه بالامان في بيوتها. يعني حضرتك ما نزلتش ميدان التحرير مثلا، بس حضرتك حاسس بالامان في بيتك؟ لا، بغض النظر عن ذلك انا نزلت ميدان التحرير لاني اعمل كصحفي، وبالتاكيد او يعني ما نزلتش كمتظاهر، لكن السؤال هو اليس من الظلم ان يكون هناك هذا الضغط على عصام شرف في تشكيل حكومته من قبل المعتصمين؟ انتم يعني ما هي قدرتكم اصلا، ما هي مؤهلاتكم للحكم على اذا كان هذا الوزير ثوري بما يكفي ام لا، اذا كان اهلا لهذا المنصب ام لا؟ طيب انا ما دعيتش خالص انه الدكتور عصام شرف يبقى رئيس وزراء التحرير. هو رئيس وزراء 85 مليون مصري، وال85 مليون مصري خلال الست شهور اللي فاتوا دول مش حاسين بامن، في بلطجيه في الشوارع، ما بتطبقش مطالب الثوره، اهالي الشهداء ما حصلش، ما خدوش حقوقهم، ما حصلش محاكمات حقيقيه، في 11 ألف مواطن مصري ما كانوش في التحرير عرضوا لمحاكمات عسكريه، في محاكمات ما بتتمش، في تطهير مؤسسات ما بيتمش، بتعود السياسه الاعلاميه كما كانت بانها بتشتم في الثوره وتعيب على الثوار خروجهم في الثوره، بالعكس يعني. وبالتالي احنا فعلا الناس اللي خرجت، والدكتور عصام شرف هو رئيس وزراء اهالي الالف شهيد اللي استشهدوا، اهالي الست الاف مصاب اللي اصيبوا، هو رئيس وزراء اهالي الحداشر الف واحد اللي حكموا محاكمات عسكريه وما ينفعش في بلد بعد ثوره ان يحاكم مدنيين امام محاكم عسكريه، هو رئيس وزراء مصر اللي فيها 40% تحت خط الفقر ومحتاجين يبقى فيه حد ادنى الاجور وربطه بحد اقصى الاجور، هو رئيس وزراء كل ده. وبالتالي هي دي المطالب اللي الثوره طلعت عشانها، وهي دي مش مطالب التحرير ده بقى، ده مطالب كل المصريين. طيب انت قلت ان الحكم على ما اذا كانت هذه الحكومه حكومه ثوريه بما يكفي ام لا، او انها حكومه جيده من منظوركم ام لا، هو بالصلاحيات التي سوف تكون مخولة لها، ليس كذلك؟ أنا ما أقدرش أحكم على وزارة إذا كانت عندها بتؤدي جيدا ولا لا، إلا بالصلاحيات. إحنا سؤالي هو عندما بدأ الاعتصام في الثامن من هذا الشهر لم تكن هذه النقطة معلنة كشرط لفض الاعتصام؟ لا، كانت معلنة من أول لحظة. إحنا يوم الحد اللي قبل يوم الجمعة اللي في بداية الاعتصام كنا في مقابلة مع الدكتور عصام شرف، وقلنا له يا دكتور في تراخي شديد وفي تأجيل لمطالب الثورة، فهو قال إن أنا عندي مشكلة في الصلاحيات، ودعيناه وأعلنا ده على فكرة، ودعيناه للنزول ميدان التحرير ويطالب بصلاحيات أوسع عشان يبقى مسؤول يا إما يستقيل. فده البداية. أنا عشان أحاسب حد لازم يبقى عنده صلاحيات. اللي بيحصل إن في لجنة الوفاق القومي اللي مثلا شكلها مجلس الوزراء وفيها كل التيارات السياسية وكل النقابات وكل الأحزاب وممثل فيها المجلس العسكري، اصدرت قانون او اوصت بمشروع قانون كامل للانتخابات البرلمانيه في مصر. اللي حصل ان المجلس العسكري طلع قانون تاني خالص غير اللي هو شارك في صنعه مع الاحزاب. وبالتالي احنا عشان اعرف احاكم حد اذا كان انا كمواطن مصري مش كقوه سياسيه ولا كقوه حاجه، عشان اقدر اقول ان ده بيعبر عني ولا لا، لازم يبقى عنده سلطات اللي هو بيها اقدر احاسبه بيها. لكن حد ما عندوش سلطات انا ازاي اقدر احاكم؟ طيب دكتور عمرو شوقي، هل تعتقد ان عصام شرف مذنب كما يتهم بانه يحابي او يحاول ان يشكل حكومه تحظى برضا المعتصمين بغض النظر عن باقي المصريين؟ لا، انا اعتقد انه لا يجب ان احنا نقول انه تحظى برضا المعتصمين. يعني في النهايه المعتصمين جزء من الشعب المصري، لكن التحرير بالمعنى الرمزي هي قيم توافق عليها ربما معظم الغالبيه العظمى من المصريين. يعني الذي جرى في 25 يناير هو ثوره كرست لمجموعه من الافكار والمبادئ اللي نالت توافق كثير من الناس، حتى هؤلاء اللي يعني ما نزلوش ميدان التحرير او لم يتظاهروا في ميدان التحرير، ودول غالبا
الأغلبية، لكن هؤلاء لم يتظاهروا أيضا في جامع مصطفى محمود حتى أثناء الثورة، وكان الفارق واضح أنه إحنا كنا بنشوف يعني أنصار الرئيس المخلوع بضعة ألاف في مقابل ملايين في ميدان التحرير. فاللي أنا عايز أقوله بما فيها الأغلبية الصامتة في مصر، سبب رئيسي وراء نجاح هذه الثورة أنه الغالبية الصامتة في مصر دعمت هذه الثورة، دعمت هؤلاء الثوار، وكانت بترى أنه المعاناة اللي عانتها طوال حكم مبارك سبب كافي أنها تدعم هؤلاء ولو حتى بعدم الرفض. أنا عايز بس أضيف نقطة تتعلق بالحكومة وبأداء رئيس الحكومة، في أنه نميز فقط بين التطهير وبين ناس كانوا جزء من منظومة الفشل السياسي. التطهير دي أمر في إيد القضاء، يعني من قتل المتظاهرين أو من هو أفسد، كل دولة لابدهم يحاكموا أمام قضاء عادل ومستقل، ونضغط كلنا من أجل أنه ده يطبق. لكن ممكن يبقى فعلا وزير ما كانش فاسد أو محافظ ما كانش فاسد، لكنه أنا في رأيي ينتمي لمنظومة الفشل السياسي. هنا المطلوب مش محاكمته، المطلوب استبعاده وإعطاء الفرصة لآخرين ولدماء جديدة لكي يلعبوا هذا الدور. وبالتالي الفرق بين الاثنين لابد أنه هو يبقى واضح، أنه مش أنت ممكن تستبعد ناس من الحكومة لأنهم كانوا جزء من المشروع السياسي بتاع حسني مبارك اللي فشل سياسيا، وممكن يكونوا هم بشكل شخصي مش فاسدين. وبالتالي أنا بتصور أنه دي، لكن يعني عفوا، يعني من الوزراء الذين تم استبعادهم تنطبق عليه هذه المواصفات بشكل كبير؟ يعني هناك أيضا مسألة يعني تثير الحيرة، يعني نحن نتحدث عن حكومة تسيير أعمال، لماذا الاهتمام بتغيير وزير النقل أو تغيير وزير الصناعة والتجارة أو وزير الآثار أو يعني هذه وزارات ليس لها أي دور سياسي، يعني هي وزارات خدمية في النهاية. لا، أنت بتتحدث على مبدأ وعلى منظومة في نفس الوقت. المسألة في غاية البساطة أنه أنت تدير العجلة بوجوه جديدة، وحتى لو غيرنا هذه الوجوه، يعني احنا انا متفق معاك انه وزراء اللي من هذا النوع مش بالضروره هيكون في ايدهم قرار سياسي، لكن انا شايف برضو انه الطبيعي ان هم لازم يتغيروا طالما كانوا جزء من منظومه الفشل السياسي قبل كده. لكن مش معنى انهم يتغيروا، هو ده السؤال الاهم، مش معناها ان الحكومه هتنجح او حكومه تسيير الاعمال هتنجح. اذا بقيت الحكومه بدون تنجح رؤيه، تنجح بمعيار الكفاءه ام تنجح بمعيار الثوريه؟ انا رايي لازم الاثنين. أنا رأيي أنه في هذه اللحظة أنت في حاجة إلى وضع أسس لنظام سياسي جديد يتطلب بالتأكيد الكفاءة. التعامل مع المرحلة الانتقالية باعتبارها محتاجة حكومة تسيير أعمال، أنا رأيي ده في قصور شديد. وأنا هنا مع التعبير اللي استخدمه الدكتور البرادعي في أنها إحنا في حاجة لحكومة إنقاذ وطني، أو في حاجة إلى توافقات على المرحلة الانتقالية، لأنه يعني ازاي ممكن تدير انتخابات تشريعيه في مصر وتبقى وزاره الداخليه بتدار وفق المنطق القديم؟ ازاي تدير انتخابات تشريعيه في مصر هيشرف عليها القضاء من الالف ليه، وفي بعض الدوائر اللي عليها مشاكل وبعض الاسماء في يعني في مشكلات كثيره تتعلق باستقلاليتها وفق تقارير خارجه من نادي القضاء، مش يعني مش وهكذا. وبالتالي انا رايي فكره الاصلاح المؤسسي وإعادة هيكلة بعض المؤسسات في الفترة الانتقالية دي مسألة أساسية، عشان إذا كنا عايزين نتنقل للمرحلة الأخرى أن احنا نجري انتخابات تشريعية نزيهة ويبقى ليها مصداقية. طيب الإبقاء على وزير الداخلية كيف تنظر إليه؟ أنا رأيي المشكلة مش في وزير الداخلية، المشكلة في وزارة الداخلية وفي لواءات وزارة الداخلية وفي ثقافة وزارة الداخلية وفي التربية والتكوين اللي ونمط التنشئة والثقافة السائدة في هذه الوزارة، وعدم محاسبة اللواءات الكبار والفروقات اللي موجودة في الرواتب بين صغار الضباط وبين مدير الأمن وغيرها. أنا شخصيا شايف أنه اللواء منصور العساوي عمل يعني في المجمل عمل جيد، ومع ذلك لم يتخذ قرارا بوقف الضباط صغار الرتبة ومتوسطي الرتبة المتهمين بقتل الثوار. أنا رأيي دي محتاجة قرار سياسي، محتاجة قرار سياسي. القرار جاء من رئيس الحكومة، محتاجة قرار سياسي بصيغة سياسية، مش إنه هو رئيس الحكومة يقول. يعني بمعنى إنه هل أنت هتحاسب هؤلاء خارج القوانين وفي محكمة استثنائية، محكمة ثورية مثلا، ولا هتحاسبهم إداريا؟ يعني أنت محتاج صيغة أكبر يعني من صلاحياته وفقا للقانون أن يوقف هؤلاء عن العمل. أنا رأيي أعتقد أنه أنا شايف أنه هم مش يفصلوا من العمل ولا يوقفوا، وهو لم يفعل ذلك.
انا في رايي يعني مهم المطالبه بان هو يعني انه المساله دي تتصحح في الفتره اللي جايه، وانه يبقى فعلا هؤلاء المتهمين بشكل حقيقي وفي تهم انه يتم ايقافهم عن العمل لحين حسم المحكمه. طيب هذا عدم قدره الاعتصام في ميدان التحرير على الضغط بشكل يكفي لتحقيق هذا المطلب رغم انه كان من المطالب الرئيسيه المرفوعه منذ البدايه، يعني هل يدخل اذا قمنا بكشف حساب للاعتصام هل يدخل ضمن الاخفاقات؟ يمكن اعتباره منه يعني من ضمن يعني او يعني اخفاقات او عدم النجاح في تحقيق مجموعه من المطالب منها هذا المطلب. طيب سيد، رغم انك كنت من الذين من النشطاء في اعتصام يناير فبراير الذي انتهى بسقوط الرئيس السابق حسني مبارك، انت لم تشارك في اعتصام في الاعتصام هذه المره، لماذا؟ هو احنا في مجلس الامناء كان ليهم في رايين، الراي الاول في مجلس الامناء كان في مجموعه تؤيد الاعتصام والمجموعه الاخرى لا تؤيد الاعتصام، فاحنا احترمنا راي المجموعه اللي عاوزه تعتصم وقلنا تعتصم، المجموعه التي لا تريد الاعتصام فهذا رايها يحترم، لكن المجموعه اللي حبت تعتصم احنا عملنا لها قمنا في ميدان التحرير بنصب خيمتين. بالنسبه لك انت شخصيا، انت قررت عدم المشاركه في الاعتصام، لماذا؟ انا قررت عدم المشاركه في الاعتصام ان اللي ليا انا شخصيا رؤيه ان هناك اساليب اخرى في الضغط على الحكومه لكي نحصل على مطالبنا التي اردناها، يعني مثلا على سبيل المثال كان مطلب الثوار بعد ان تركوا ميدان التحرير ان هم يسقطوا حكومه الدكتور احمد شفيق. هذا المطلب كان مطلب موحد من جميع الثوار، قمنا بمولينيه وهددنا ان لم يتم عزل هذه الحكومه سوف نعود مره اخرى لميدان التحرير، وفعلا لما هددنا بذلك يوم الجمعه قبل ما نعتصم على طول كانت مولينيه اسقاط حكومه شفيق بالضغط على المجلس العسكري. هناك اساليب كثيره للضغط، بمعنى اننا تركنا، يعني لماذا نحن نعيش في هذا الفتره او هذا الجو؟ لكن الا ترى ان الاعتصام نجح في تحقيق الكثير من المطالب التي تؤيدها انت شخصيا؟ نعم. طب يعني اذا كان اسلوبا فعالا. ما انا قلت لحضرتك هذا ده رايي، نحن نجب علينا كل واحد الراي ده، هذا رايه الشخصي، لا نسفه راي الاخر ولا نتهمه بالخيانه. لا لا، انا تسفيه، انا اسالك عن رايك، يعني الاعتصام الذي كنت ترى انه غير ضروري او انه ليس الوسيله الافضل الان نجح في تحقيق امور هو انت تعتقد انها امور جيده؟ لا، الامور يعني انا عاوز احط الامور في نصابها الصحيح. المطالب نجحت تحقيقها لان جميع قوى الشعب المصري او الشعب المصري كله اتفق عليها. عندما اختلفنا يعني ترى ان النجاح بسبب مليونيه؟ الاتفاق على المطالب، الاتفاق على المطالب وليس بسبب مليونيه او اعتصام، لكن لو كلنا اتفقنا على هذه المطالب منذ البدايه وهذا كان مطلب من الاول خالص لما كنا في ميدان التحرير، لما كنا كلنا ايد واحده بنتحرك كلنا بمطالب واحده ثابته كان المطالب تحقق، لكن عندما تركنا الاصل الثوره وتحقيق مطالب الثوره وانشغلنا بامور فرعيه، الدستور اولا، ام انتخابات اولا، او تاجيل الانتخابات، هذه ليست مطالب الثوره، مطالب الثوره الاصليه قد حددناها منذ كنا في على مدى الخمسه اشهر الماضيه على هذه المطالب، لماذا الان تحققت؟ تحققت الان لاننا تركناها، ثم بسبب ان احنا تركنا اهدافنا لما عدنا تاني الاهداف اللي احنا المفروض كنا مستمرين عليها تحقق هذه الاهداف. لما عدنا كلنا ميدان التحرير واتفقنا كلنا ان احنا نحقق هذه المطالب، واطلقنا شعار الثوره اولا، تحقق المطالب. دايما احنا بنقول دايما شعارنا في ميدان التحرير كان بنقول كلنا ايد واحده، هذا الشعار يجب ان يظل دائما هو شعار مصر كلها، شعار الثوار. طيب سنعود اليك زياد لتخبرنا عن رايك انت في كشف حساب الاعتصام، لكن قبل ذلك سناخذ فاصلا قصيرا ونعود بعده لنواصل الحديث. كن أول من يعلم بآخر مستجدات الأحداث من بي بي سي، اطلع على أحدث عناوين وتفاصيل الأخبار أينما تكون، ابحث عن الأخبار التي تهمك وشاهد مقاطع فيديو على هاتفك المحمول مباشرة. خدمتنا مجانية لكن عليك تحمل تكلفة الاتصال بشبكة الإنترنت. موقعنا على هاتفك bbcarabic.com/mobile. اهلا
اهلا بكم من جديد مشاهدي ومستمعي بي بي سي لهذه الحلقه من اجنده مفتوحه، نناقش فيها التطورات الاخيره في مصر من تعديل وزاري واستمرار للاعتصام في ميدان التحرير وعده ميادين اخرى في مصر الاسبوع الثاني على التوالي. زياد، كنت ساسالك كيف، ماذا انجز الاعتصام في رايك وفيما اخفق؟ انا بس هستاذن حضرتك في الاول فيما يتعلق بالحكومه اللي بيتم تشكيلها. احنا راينا انه هي مش حكومه تسيير اعمال، احنا مش عايزين حكومه تسيير اعمال، هي يراد لها ان تصبح حكومه تسيير اعمال، بس الناس بتنادي بانها تصبح حكومه انتقاليه وحكومه انقاذ وطني تصلح ما تم خلال 30 سنه اللي فاتوا وتضمن انتقال السلطه من دوله الظلم والاستبداد لدوله الحريه والديمقراطيه والعداله الاجتماعيه. ودكتور عصام ما بي يعني انا مش بصدد الدفاع عنه، بس هو بيتهيألي ان هو الاجراءات اللي خدها مش بتاعه انه بيحاول يرضي المعتصمين، لان ده كلام بيتقال في الجرايد وانا رايي انه عاري تماما عن الصحه، لان المجموعه الوحيده المنظمه للدكتور عصام قابلها بشكل رسمي عشان تشكيل وزارة هي جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وهم جماعة وحزب لم يشاركها في الاعتصام. لا، هناك من بين المعتصمين أيضا من التقى بعصام شرف ودخل. أنا بتكلم عن المجموعات المنظمة، الأحزاب مصر فيها أحزاب كتير، الحزب الوحيد اللي تم مقابلته هو حزب الحرية والعدالة. لكن من المعتصمين ألم يقابل أحد الدكتور عصام شرف؟ يعني ما أعرفش، هو قال إنه قابل ناس. المجموعات اللي إحنا نعرفها المجموعات اللي إحنا نعرفها ما حدش فيها تقابل، يعني إحنا في تحالف من 20 حزب وائتلاف، ودول مجموعات معروفة وهي دي المجموعات اللي بتنظم الاعتصامات في الميادين. لم يقابل أي منهم دكتور عصام شرف، وبالتالي يعني هو مش الوزارة مش جاية ترضي هوى المعتصمين ولا حاجة، هي وزارة جاية عشان تلبي، المفروض انها تلبي مطالب الثورة. فيما يتعلق بما تحقق من مطالب الثورة بالاعتصام، الاعتصام جاب محاكمات علنية، يعني أعلن أنها المحاكمات هتبقى علنية وبدأ يتخذ إجراءات في دال رموز النظام السابق، ضوابط لصياغة الدستور الجديد. هذا لم يكن مطلبا من مطالب الاعتصام، لم يكن مطلبا، بس كان مطلب خلال الست شهور اللي فاتت وتم التقاعس عن تنفيذه، وده اللي يضمن ان ما يبقاش فيه خناقه على الانتخابات الجايه. هذا الامر كرشوه سياسيه للمعتصمين، ما هياش رشوه سياسيه للمعتصمين، هو انه لما تبقى داخل على انتخابات برلمانيه هتحدد مصير مصر خلال السنين الجايه والبلد فيها سلاح في الشوارع، هيبقى اللي هيتضر بشكل رئيسي هو اللي راح يدي صوته، لان احنا عارفين الانتخابات في مصر بالطريقه اللي بتتم بيها هيبقى في سلاح في الانتخابات وناس هتتقتل في الانتخابات، هتبقى الانتخابات دم. الحل ان انت تعمل قواعد فما يبقاش، يبقى موضوع الانتخابات ده كله على بعضه هو الضوابط موجوده وهو مجرد تنفيذ للخطه اللي هيتم توافق وطني عليها بما في الناس اللي معترضه عليها. فهنتكلم على المكاسب تاني، محاكمات علنية، ضوابط لصياغة الدستور، ضوابط لتشكيل اللجنة اللي هتقوم بصياغة الدستور، نائب رئيس الوزراء الجديد وعد بربط الحد الأدنى بالحد الأقصى للأجور، البدء في إجراءات صرف مستحقات أهالي الشهداء، إحالة عدد كبير من الضباط. هذا الأمر تم قبل الاعتصام، يعني تم الإعلان عنه قبل الاعتصام، يعني تم الإعلان عنه، ما تمش صرف ولا مليم وما تمش قبل الاعتصام. كان اللجنة دي تابعة الصندوق تابع للدكتور عصام شرف، قبل الاعتصام بأسبوع تم إحالته للمجلس العسكري، قبل الاعتصام بيومين تم رجوعه تاني للدكتور عصام شرف. واضح ان الصندوق ما حدش عارف يعمل فيه ايه، فعمالين ينقلوه من هنا لهنا ولم يتم البدء في اي اجراءات للصرف. بالاعتصام تم البدء في اجراءات الصرف، وتم احاله عدد كبير من الضباط المتقاعسين عن العمل للاستيداع، وده كان لان كلنا فعلا مش حاسين بالامن. اللي لسه احنا منتظرينه واللي يعني نامل ان الوزاره الجايه يبقى عندها خطه واضحه بصدده، خطه لتطهير مؤسسات الدوله واعاده هيكله ليها، اصدار قانون يربط الحد الادنى بالحد الاقصى للاجور، تحقيق الامن للمواطنين، وقف المحاكمات العسكريه للمدنيين. لم تفض الاعتصام قبل تحقيق هذه المطالب؟ ما انا ما قلتش كده، اللي هيفض الاعتصام هو الناس اللي عملته، المصريين. الاعتصام ده ما عملوش اي جماعات سياسيه، ما عملوش اي مجموعات سياسيه. انتم كائتلاف شباب الثوره
فيما تربطون فضل اعتصام، خلينا متى تقولون كفى سوف ننهي؟ طيب هقول لك حاجه، خلينا نشوف ائتلاف شباب الثوره اصلا من البدايه ماشي ازاي. ائتلاف شباب الثوره هو عباره عن ائتلاف مجموعات كبيره شغاله من قبل 25 يناير، واللي خلاله دور خلال الثوره هو كان المجموعه الوحيده تقريبا المنظمه، لم كل المجموعات المنظمه من 25 يناير ل 11 فبراير كان هو المجموعه الوحيده، واللي خلاله دور في اللحظه دي انه كان بيتبع قرار الميدان. كان الميدان لما قرر انه لا تفاوض مع اللواء عمر سليمان قبل رحيل النظام، لما مكتب اللواء عمر سليمان اتصل بالائتلاف، الائتلاف او اللي قبل رحيل الرئيس السابق يعني الائتلاف رفض بناء على قرار الميدان. وبالتالي قرار الائتلاف بيدور حوار يومي في كل المحافظات المعتصم فيها ناس حوالين القرار، والقرار هيصدر بالتوافق مع كل الناس اللي موجودة في المدينة. لأنكم أصدرتم بيانا يوم الخميس ضمن عدة مجموعات أخرى ربطتم فيه إنهاء الاعتصام بتغيير عصام شرف، تغيير قيادة الحكومة، وبوقف المحاكمات العسكرية. الأمران لا يبدو أنهما سوف يتم تحقيق أي شيء فيهم. اللي بيحصل ان احنا ما ربطناش ده، احنا قلنا ان ده مطالب لاعتصام، وقلتم انكم مستمرون في الاعتصام. احنا مستمرون الكلام ده من 3 ايام، احنا قلنا ان احنا مستمرين في الاعتصام من 3 ايام، ما كانش لسه بان في تغيير وزاري بيحصل، ما كانش لسه بان ايه المكاسب اللي بناخدها كل يوم. احنا حريصين على استقرار الاوضاع في مصر، حريصين على انه يعني عشان كده المعتصمين هم اللي فتحوا بنفسهم، كان في عدد من المجموعات محدش عارف مين دول كانوا قافلين المجمع، المعتصمين هم اللي فتحوا المجمع التحرير يوم الأربع الماضي، وهم اللي هيضمنوا فتح المصالح الحكومية في الفترة القادمة. وبالتالي عشان كده القرار مش هيصدر من مجموعة لوحدها، البيان صدر من الائتلاف، وضم الائتلاف كمان 22 حزب ومجموعة أخرى، بيصدر القرارات بالتشاور ما بينهم، بالإضافة للقوى الأهم هي الناس اللي معتصمة في الميدان. دكتور عمرو زياد حدثنا عن الإنجازات كثيرا، كيف ترى إخفاقات الاعتصام؟ هل أخفق الاعتصام في شيء؟ يعني أنا في رأيي أنه لحد دلوقتي الاعتصام إحنا عندنا مشكلة ليها علاقة بطبيعة وظيفة الحكومة، وأنه ربما الموضوع أكبر من أشياء كثيرة. يعني هل أنا لازال عندي شك أنه الحكومة قادرة في الأشهر القادمة أنها تتحول من حكومة تسيير أعمال إلى حكومة مرحلة انتقالية؟ مرحلة انتقالية يعني هذا هو الأساس يفترض الذي سنبني عليه نظاما ديمقراطيا، أو تبقى مصر دولة فاشلة، أو أنها تبقى دولة مزدهرة ومتقدمة. أنا عندي شك أنه في بلدان زي في أوروبا الشرقية وغيره، الست أشهر دول تم إعادة هيكلة وزارة الداخلية بأكملها في هذه البلدان، وإجراء عمليات تطهير وفك جهاز الأمن السياسي وما إلى ذلك. هذه إحدى المشاكل ربما، أن الاعتصام تعددت فيه المطالب، لم يكن هناك تركيز على مطلب محدد. دي كان في يعني في قضايا الناس اختلفت فيها، لكن في قضايا الناس متوافقة عليها من 11 فبراير، وده جزء من التوافق، لكن ربما تضيع وسط كم صحيح تضيع زي ما يعني من موضوع الدستور اولا والدستور ثانيا وبعض القضايا اللي من هذا النوع. لكن انا اعتقد انه يمكن تكون 8 يوليا تحديدا بعيدا عن التباينات اللي ظهرت في فتره الاعتصام، لكن 8 يوليا كان في درجه كبيره، كانت رساله قويه للجميع سواء للحكومه او للمجلس العسكري، بانه في هناك أخطاء جسيمة في إدارة المرحلة الانتقالية، وأن مسألة التطهير وإعادة الهيكلة مجموعة من المؤسسات وعلى رأسها وزارة الداخلية ده مطلب شعبي من 11 فبراير. وبالتالي أنا يعني أعتقد أنه هذا الموضوع هيفضل مشكلة في الحقيقة. يعني فكرة أن إحنا هيفضل عندنا مشكلة في الثلاث أربعة أشهر، رغم أن أنا بتفق مع زياد في أنه في أشياء المحاكمة العلنية في مجموعة من المكاسب تحققت، حتى الحالة للتقاعد لل 505 من كبار ضباط وزارة الداخلية، حتى لو كان ده السن القانوني أنا كنت أشك قبل 8 يوليا أنه تبقى مطروحة بهذه الطريقة. لكن أنا رأيي أنه مشكلة الحكومة في مصر، الحكومة الحالية، لا هتظل أكبر من أنها تحل في مع التشكيل الحكومي الجديد. طيب بما أنكما لا تريدان الخوض كثيرا في إخفاقات الاعتصام، دعني يعني أطرح عليكم بعض الأمور التي يرى إنه إشكالية الحكومة، أنا شايف أنها يعني إشكالية أن الحكومة تتحول إلى حكومة إنقاذ وطني أو حكومة تعي يعني إيه طبيعة المرحلة الانتقالية. ما هو المفروض أنه في اعتصام في هذه السكة، أنا رأيي أنه ده مش هيتحقق. أنا تأدي قرايتي للي جاي
بيقول انه ده مش هيتحقق. انا استنى بس في حاجه، احنا عاوزين ايه من الحكومه الجايه؟ يعني السؤال يبقى انا اعتقد ان احنا محتاجين ثلاث ملفات مهمه جدا من الحكومه الجايه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من اصبح امنا في سربي، ادي الامن اللي احنا عاوزينه، معافا في بدني، ادي الصحه، يملك قوت يومي، هذا الاقتصاد. يعني الثلاث ملفات دولت الناس حاسه قبل كده في الحكومه السابقه ان هي الثلاث ملفات دول مش موجودين اصلا. يعني الناس مش حاسه بامن، الناس مش حاسه، اهالي الشهداء وحتى المصابين لم يحسوا ان هم خدوا حقهم ولا اتعالجوا حتى في المستشفيات. الحاجه الثالثه اللي هي الاقتصاد. احنا مش هنتكلم على الاقتصاد بشكل اقتصاد كبير، احنا بنتكلم في المواطن البسيط خالص اللي موجود في الشارع. المواطن البسيط اهم حاجه عنده عاوز يحس ان هو امن. هل الحكومه السابقه عملت الكلام ده؟ ما حصلش. الحكومه الجايه احنا نتمنى انها تعمل كده. الناس لو حست ان الامن بدا موجود في الشارع هتقول الحكومه نجحت. الناس هتحس تقول الحكومه دي نجحت. لو الراجل المسكين اللي في الشارع دوت، الراجل اللي بيقف على طوابير العيش واقف عليها طوابير بالطوابير عليها عشان يخاطر ياخد رغيف عيش، لو حس ان رغيف عيش بياخده بكرامه وبشرف، هيقول ان الثوره دي نجحت او الحكومه دي نجحت ان هي تحقق مطالب الشعب. مطالب الشعب مش كتيره، احنا كل مطلوب الحكومه دي ثلاث ملفات اساسيين. ملف الامن، الناس عاوزه تحس بالامن في الشارع، احنا عاوزين نحس ان رجال الشرطه موجودين في الشارع. احنا شايفين دلوقتي انت بتمشي في الشارع دلوقتي تحس ان مش عساكر مرور. نعم. طيب زياد، دعني اعدد لك بعض الامور التي يرى الناس او يرى البعض ان الاعتصام اخفق في تحقيقها. يعني اولا الضباط صغار الرتبه الذي المتهمين بقتل الثوار لا يزالون في الخدمة. المحاكمات العسكرية للمدنيين لا تزال سارية رغم أنها كانت من المطالب الرئيسية. بعد أسبوع من الاعتصام توفي أحد المصابين يوم أمس الأول، توفي أحد الذين أصيبوا في أحداث الثورة لأنه كان لا يتلقى العلاج اللازم، رغم أن هناك قرارات بسفر فنانين مثلا إلى الخارج لتلقي العلاج، لم يصدر قرار مثل هذا بالنسبة للمصابين. قمتم باستعداء المجلس العسكري، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهناك مؤشرات كثيرة على ذلك. هناك أيضا الرأي العام، ليس هناك يعني ما يشير إلى أنكم كسبتم نقاطا مع الرأي العام في هذا الاعتصام، بل العكس أنكم خسرتم فيه. هناك نقاط أخرى كذلك مثل عدم نقل مبارك إلى سجن طرة مثلا، أمر يعني كانت المطالب الرئيسية للحشد يوم 8 يوليو تتعلق بهذا الموضوع ولم ينفذ على الإطلاق. طيب هذه قائمة من الاتهامات. تمام. لا ده صح، ده باقي المطالب لسه ما اتحققتش. بس هقول لك برضو، هستعير زي ما الدكتور عمل كلمة الدكتور محمد البلدي، ان ده مش وقت حسابات سياسية، ده وقت صح وغلط. ماشي. لما الناس نزلت في البداية ضد الرئيس السابق مبارك كنا بنخسر شعبيا جدا. احنا زمايلنا كتير قوي اتقبض عليهم، والقبض عليهم ناس عاديين على فكرة، وما هماش فلول وما هماش اي حاجة، هما كانوا مقتنعين ان احنا بنهز استقرار البلد. ماشي. بعد ما نجح ده الناس حست انه لا، اللي حصل ده كان صح. ماشي. بعد ما اتكشف قد ايه كان في سرقه والبلد دي كانت بتتنهب، الناس حست ان اللي حصل ده كان صح. انا مراهن على، واحنا مراهنين كمان على ذكاء الناس. يعني من غير الاعتصام ده ما كانش في حد اصلا بيتكلم على ربط الحد الادنى بالحد الاقصى للاجور. ماشي. ما كانش في حد اصلا بيتكلم على انه حاله الضباط او تحقيقات مع الضباط المتقاعسين عن العمل، وبالتالي النتائج بتظهر بعد التحرك. التحرك طول فتره التحرك انت ممكن تبقى بتخسر. ماشي. بس الناس لما يصدر قرار ربط الحد الادنى بالحد الاقصى للاجور، الناس هتكتشف انه لا، كان صح الاعتصام ده. لما يصدر قرارات ليها علاقه بالاخطاء اللي حصلت دي، بالعلاج على نفقه الدوله للناس اللي فعلا تستحق العلاج على نفقه الدوله، الناس هتحس ان ده كان صح. لما تتوقف المحاكمات العسكريه، احنا في خطوه اتخذت في ده، المحاكمات العسكريه احنا وصلنا لنص الطريق. هم قالوا انه هتتحدد بجرائم معينه، وبالتالي ده انا هذا ما يقال منذ البدايه، لم يكن مطروحا في اي وقت من الاوقات ان النشطاء السياسيين سوف يحاكمون. لا هو الحقيقه انه كان بيتقبض على نشطاء، هذا ما كان يحدث، لكن رسميا كانت المحاكمات العسكريه فقط لنفس المجموعه التي يقال عنها. وعشان كده انه بدا يبقى في، انا رايي ان احنا في سبيل الضغط، انا بيتهيالي ده هيتحقق. لما احنا بنتكلم على المكاسب، في مكاسب حصلت وفي حاجات ما كسبناهاش، زي على فكره الثوره اسقطت راس النظام. لكن هل دخلتم في حاله عداء مع المجلس العسكري؟ هل تعتقد ان نظره الفجوه التي كان يعني من اسباب السخط كانت ان هناك فجوه بين السلطات المصريه وبين قوسين الثوار، يبدو ان هذه الفجوه اتسعت الان؟
انا ما عنديش يعني، انا زي ما قلت لحضرتك حاجه، ما عنديش مشكله مع شخص، ما عندي فعلا ما عند احنا يعني احنا كل بيتهيألي المصريين كلهم ما حدش عنده مشكله مع اشخاص في مطالب. من يسعى لتحقيق هذه المطالب هو معنا وهو في صالح تقدم مصر، من يعيق تحقيق هذه المطالب هو مش مع الثوره، وبالتالي هنا بيتحدد الموضوع. ده المعيار البسيط ماشي. طيب. انا املي ان المجلس العسكري يدي سلطات اوسع للوزاره عشان الوزاره تقدر تحقق مطالب الثوره، ومن هنا اقدر اعرف انه مين مع الثوره ومين مش معها. المجلس العسكري حتى الان بيقول ان هو حامي الثوره وهو هيعمل على تحقيق مطالب الثوره الحين نقلها لايدي مدنيه. انا وكل المصريين ننتظر ان نرى ذلك عمليا. دكتور عمرو، هل تسعت الفجوه بين السلطات المصريه والمعتصمين؟ في فجوه وممكن تكون اتسعت بين بعض المعتصمين، يعني بعض الاراء اللي انا شايف انها فعلا لم تكن تمثل غالبيه الناس في ميدان التحرير، اللي قفلت بشكل فردي مجمع التحرير دي، اثرت في الراي العام، اللي قطعت طريق السويس العين السخنه، اللي اتكلمت في الشعارات على ان ممكن نقفل قناه السويس. يعني ما اقصده هو هل اعتصام التحرير جعل المعتصمين يخسرون المجلس العسكري؟ لا، انا ما اعتقدش انه المساله ممكن تتحسب بهذه الطريقه، لانه في على مدار الاشهر الماضيه في انتقادات موضوعيه وجهت للمجلس العسكري في بخصوص مساله التباطؤ، وايضا التفكير يعني بنفس الطريقه القديمه، يعني انا سميتها مره يعني داخل صندوق مبارك، زي ما يكون مبارك كده ساب وصيه وهو برضو ما بيحكمش، وفي لازال هذا النمط اللي الناس تعودت تدير بيه الامور على مدار 30 سنه هو اللي شغال. الاستقرار ما نغيرش، لا مش هنشيل وزارات الداخليه، يعني انت حتى موضوع كبار ضباط الداخليه ده، انت بعد 67 في مصر خرجت كل لواءات الجيش المصري، يعني حتى انا مش محتاج استلهم تجربه من اوروبا الشرقيه ولا غيره، ده حصل عندي، فكان ممكن اشياء كتيره تتصلح بالجراحه. لكن ده كل ده حصل للاسف الشديد، كان يعني ما حصلش طوال الست شهور، وده كان خلى فيه نقد صورته القصوى تبقى اتضحت في اعتصامات التحرير. في بعض الاراء اللي بتتحدث عن اسقاط المجلس، انا رايي انه المجلس حمى الثوره، الجيش حمى الثوره، وانه فكره انت يمكن ان يعني تطرح اطروحات من هذا النوع في حاله لو الجيش قرر انه يحكم البلاد، لكن طالما هو مؤتمن على المرحله الانتقاليه فانا بتعامل معاه باعتباره حامي الثوره، وان انا من حقي ان انا اختلف معاه، لانه سلطه المجلس النهارده هي سلطه برلمان ورئيس جمهوريه وتنتقده. لكن فكره الاسقاط او انك انت تهين المؤسسه العسكريه كجيش او انك تشكك في نواياها الوطنيه، كل ده في الحقيقه انا مختلف معاه، وارى انه اذا كان في قله قالت شعارات من هذا النوع، انا رايي الجسم الغالب في ميدان التحرير كان واعي بطبيعه دور الجيش في هذه المرحله، وانه بيختلف معاه في هذه المساحات المشروعه، وانه هو واعي ان احنا كمان في مرحله انتقاليه، الجيش ما قالش فيها انه خد السلطه، وبالتالي هذا الكلام ممكن يبقى مبرر لو هو قرر ان هو يعمل اشياء من هذا، يعني ياخد قرار من هذا النوع. ومن هنا احنا بنستمر لحد ما تجرى في انتخابات في حوار وفي شراكه وفي نقد وفي ممارسه ضغوط يعني بتتيحها اللعبه السياسيه. فهناك يعني من يرى ان التركيز على المطالب التي رفعت في الاحتجاجات ركزت على أمور هي بطبيعتها أمور مؤقتة، في حين تغافلت عن أمور ربما تكون أكثر أهمية على المدى الطويل. يعني متى ستجرى انتخابات الرئاسة؟ لا أحد يعرف متى ستجرى انتخابات الرئاسة، ماذا سيكون دور الجيش في كما ينص الدستور المقبل، الانتخابات البرلمانية كيف ستجرى؟ يعني هذه هي الأمور التي تؤثر فعلا على شكل البلاد في السنوات المقبلة، تتوارى داخل يعني وسط كل هذه المطالب التي ترفع في الميدان. بس انا رايي انه الاثنين يعني متوازيين، ولا يجب ان احنا يعني نقول انه نجري انتخابات تشريعيه وانتخابات رئاسيه في ظل دوله مؤسساتها فاشله، هتبقى باكستان، هتبقى العراق، يعني مع احترامي طبعا للجميع، لكن هتجري انتخابات في ظل دوله فيها مؤسسات بتعمل بكفاءة وبمهنية وباستقلال عن السلطة التنفيذية وتحديدا جهاز الأمن والقضاء، يعني دولة يعني مؤسستين أنا رأيي حاكمتين لنجاح عملية الديمقراطية في مصر من عدمه،
وبالتالي الكلام على إصلاح هذه المؤسسات وإعادة هيكلة وبناء وزارة الداخلية على سبيل المثال، أنا رأيي ده طريق نحو الديمقراطية. يعني ده ضمانة أن أنا أجري انتخابات تشريعية نزيهة في مصر، أنه بقاش فيه ضباط بيشتغلوا بنفس طريقة العدلي، أنه ما يبقاش الحديث على بعض الدوائر ببعض الأسماء وفق تقارير نادي القضاء، وليس تقارير ائتلافات الثورة، ده تقارير نادي القضاء في 2005 بتتكلم على أعداد محدودة جدا من القضاة تورطوا في أشياء في هذه الانتخابات. طب يعني أنت محتاج أنك أنت تنظر في هذه الأشياء وتدي استقلالية للمجلس الأعلى للقضاء وتعمق من استقلالية القضاء، لأن أنا رأيي مش هنقدر نعمل ديمقراطية في هذا البلد بدون جهاز أمن وجهاز قضائي مستقلين وعلى درجة من المهنية والكفاءة. طيب سيد، يعني فيما يخص أيضا نقطة إذا كانت هناك جفوة بين من قبل المجلس العسكري تجاه المعتصمين، ما تفسير أن هناك قرارات تبدو سهلة مثل نقل الرئيس مبارك إلى مستشفى سجن طورة يعني لم تتخذ حتى الآن؟ هذا هو المطلب القادم للصور. لماذا لم يتخذ؟ يعني هل الأمور هي تعكس حالة عدم تعاطف من قبل السلطات المصرية مع المعتصمين؟ لا، احنا مش عاوزين نعمل فصل ما بين المجلس العسكري وما بين الحكومه وما بين الثور. احنا كلنا في مركب واحده زي ما بيقولوا كده، احنا محتاجين كلنا نتكاتف. وقلنا من الاول خالص، حتى كان شعار في مدينه احد الشعارات، ان الشعب والجيش يد واحد. الذي يحاول ان يفصل او يحاول ايقاع الفتنه بين الشعب وبين الجيش هذا مرفوض على الاطلاق. سوف نظل جميعا يدا واحده حتى. طيب كيف تفسر أن مثل هذه القرارات التي تبدو سهلة لم تتخذ حتى الآن؟ ده أحد المطالب اللي احنا هنطالب بها في خلال الفترة الجاية. لا، أنا أفهم أنه مطلب. أسألك لماذا لم ينفذ حتى الآن في رأيك؟ أنا في رأيي أن موضوع أن أنت، أنا نفس الوقت مش عارف ليه احنا مش عاوزين نحاكم أو ننقل الرئيس محمد حسني مبارك، الرئيس السابق حسني مبارك، إلى 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 هنا إلى السجن أو إلى مستشفى طورة. لماذا؟ لا أعرف إلى الآن. هل هو مش مواطن مصر زي أي مواطن مصر تاني؟ هذا السؤال أوجهه للمجلس العسكري وأوجهه للقضاء. لماذا لم يتم نقل محمد حسني مبارك إلى الآن؟ إن أحد هذه المطالب، يعني لو المطلب ده اتحقق الناس هتحس إن في عدالة من جميع المواطنين. حسني مبارك مواطن زي أي مواطن موجود في مصر، من حقه إنه يتحاكم زي أي واحد يتحاكم، أخطأ عليه أن يحاسب على خطأه. طيب زياد، يعني فيما تركزون أنتم جهودكم أو معظم جهودكم على بين قوسين استكمال مطالب الثورة كما تسمونها من خلال أساسا الاحتجاجات، الحركات الاحتجاجية، هناك من يعمل على بألوان أخرى من السياسة. يعني السياسة ليست فقط حركات احتجاجية، هناك استعدادات للانتخابات، هناك بناء قواعد شعبية. أنتم تركزون على جانب واحد فقط والجانب الأخرى ربما تكون أكثر أهمية في المستقبل. ده شوية مش حقيقي. احنا مش حركات احتجاجية، احنا ومش قايمين على فكرة الاحتجاج، احنا قايمين على فكرة الثورة. الثورة فيها جزء هو هدم الباطل وإقامة الصحيح. زي ما احنا في الفترة اللي فاتت كنا بنجهز للجمعة 8 يوليو، احنا كمان طريقة عملنا هي ان الائتلاف هو عبارة عن تجميع مجموعات كبيرة من التيارات المختلفة تحت مظلة واحدة. وعشان كده من قبل يوم 8 يوليو احنا اعلننا ان احنا بنسقط حاليا كل ما يعني هل تعملون على الاستعداد للانتخابات؟ هكمل لحضرتك. بنسقط حاليا المطالب المتعلقة بالدستور أولا والانتخابات أولا، لأنها بتفرق الشعب المصري بين مؤيد ومعارض، وبنحاول نجمع المطالب بتاعة الناس كلها. ده فيما يتعلق بالاحتجاج. فيما يتعلق بالبناء، لا، في عدد كبير من ائتلاف شباب الثورة كانوا جزء من الوفد الدبلوماسية الشعبية اللي راح أثيوبيا وأوغندا عشان نضمن مية لولادنا ولينا وكلام الشكل ده. السؤال مرة ائتلاف شباب الثورة دون الانتخابات وهي أهم حدث سياسي. نستعد للانتخابات زي كل التيارات السياسية، بنستعد ان احنا بنسعى ان احنا نعمل جزء كبير مننا اصلا بقى في احزاب. انت نفسك في حزب؟ انا نفسي في حزب واخرين في احزاب وفي تحالف. طيب السؤال التالي، السؤال التالي، هل تشعر انكم نجحتم في خلق قواعد شعبية؟ انا بيتهيألي احنا عدد كبير مننا ناجحين في ده، بس جزء من الموضوع انا رأيي ان مش دلوقتي فكرة الانتخابات. احنا بنتخيل انه الانتخابات دلوقتي هو الطريقة كمان اللي بتديرها
كل الأحزاب اللي كانت موجودة قبل الثورة وكل الجماعات اللي كانت موجودة قبل الثورة بتدير بيها موضوع الانتخابات، هي بتديرها بنفس الطريقة السابقة بتاعت ان في تورته وهنقسمها سوا، تعالى انا هاخد كام كرسي وانت هتاخد كام كرسي وانا هسيب لك الدايره دي وانا وانت هتاخد الدايره دي. الاهم دلوقتي هو استكمال مطالب الثوره، ان يبقى في قاعده وفي بنيه اساسيه للبلد، البلد تقدر تطلع لقدام. بعد كده انا ما يهمنيش مين اللي في البرلمان. الا يمكن ان تجد نفسك بعد شهور في ظل يعني وضع في انت فيه انت وحزبك في يعني بصفتكم أقلية شديدة في مجلس الشعب، وبالتالي هذا المجلس الذي سوف يكون منتخبا سوف تكون له كل الشرعية في ممارسة مهامه، وأنتم لن تكون لديكم شرعية سوى شرعية التظاهر ربما؟ يعني أولا أنا واثق إن إحنا مش هنبقى أقلية شديدة، لأن إحنا بنشتغل على ده، بنشتغل في النبو، وأنا مراهن على ذكاء الناس في إنها تعرف مين اللي بيدافع عن مصالحها ومين اللي ما بيدافعش عن مصالحها. بالإضافة لده إن لو في قواعد ديمقراطية سليمة الأقلية ممكن تبقى أغلبية في يوم من الأيام، حتى لو أنا أقلية دلوقتي لو في قواعد ديمقراطية، هو ده بقى اللي أنا عايزه. أنا عايز خلال الفترة الانتقالية يبقى في قواعد ديمقراطية تضمن لأي أقلية أنها تبقى أغلبية في يوم من الأيام، والأغلبية تبقى أقلية، يبقى في عملية تداول سلمي للسلطة. إحنا عايزين ما يحصلش استبعاد أي كيانات وبالتالي بعد كده يحدث انفجار. إحنا عايزين قواعد ديمقراطية تدير البلاد، عايزين قواعد عدالة اجتماعية تضمن للناس أكل عيشها، عايزين الغيطان اللي دلوقتي احنا فيه مشكله مثلا في الميه بتاعت الفلاحين، الغيطان اللي عطشانه تتسقي، وبعد كده نتخانق بقى مين اللي هيخش البرلمان ولا مين اللي مش هيخش. الاهم هو مطالب المرحله الانتخابيه. طيب. فيما يتعلق بالمطالب لحضرتك الوقت يهمنا، لكن شكرا جزيلا لوجودك معنا زياد العليمي من قيادي ائتلاف شباب الثوره، الدكتور عمرو الشبكي رئيس منتدى البدائل للدراسات، شكرا جزيلا لوجودك معنا، ولك سيد حافظ عضو مجلس امناء الثوره جزيل الشكر. بالطبع لكم ايضا مشاهدي ومستمعي بي بي سي جزيل الشكر للمتابعه، والى لقاء اخر ان شاء الله.